برحب فيكم دائما ببرنامج المسامح كريم. القصة اللي معنا اليوم هي من العراق، قصة خلاف بين شقيقين، إن شاء الله نقدر نسويها، ولكن بالأول نستقبل صاحب الدعوة، صاحب المبادرة قتيبة من العراق. أهلا بقتيبة. أهلا وسهلا. تفضل تفضل قتيبة، أهلا فيك. أهلا وسهلا بك. إيه الأخبار قتيبة؟ أنت من وين؟ من العراق؟ أنا من بغداد. من نفس بغداد؟ نفس بغداد. نعم. وساكن في بغداد؟ والله جيت تقريبا، صار لي فترة جيت مصر، صار لي 7 أشهر. 7 أشهر جيت. نعم. قتيبة عندك قصة مع أخيك حذيفة. قصة طويلة. طويلة، راح باختصرها أنا حتى ما نطول كتير، بعدين إذا في شيء إضافي بتضيفه أنت. راح أخبركم قصة قتيبة وحذيفة. قتيبة أكبر من حذيفة، قتيبة عمره 30 سنة، حذيفة عمره 22 سنة. كانوا في بغداد عايشين مبسوطين، اشتروا سيارة اثنين شركاء، والسيارة مشي حالة، مشيوا بالسيارة إلى أن أحدهما حذيفة أراد أن يبيع السيارة، قتيبة رفض لأنه حذيفة كان بده يسافر على مصر حتى يشتغل، بده ياخذ شوية فلوس من ثمن السيارة. قتيبة رفض. رفض قتيبة، زعل حذيفة، حذيفة غادر إلى مصر، كان زعلان وقطع علاقته مع قتيبة. بهذا الوقت قتيبة بقي في بغداد، ولكن ما بعرف ساءت الأمور معه، اضطر يبيع السيارة ودخل السجن، ومكث في السجن 5 سنوات. 5 سنوات شملت ضاعت من حياتي. ايه بس ليش دخلت السجن؟ اشتباه. اشتباه؟ اشتباه. اشتبهوا فيك؟ اشتبهوا بي والشخص الغير معني. وانت انت انت بريء؟ بريء، ما عندي شيء. ما عندك شيء. اشتبهوا بالاسماء يعني؟ اشتباه بالاسماء. اسمك قتيبة شوكت؟ قتيبة شوكت مصطفى. مصطفى. طيب، وما قدرت تبرر نفسك؟ عندي موعد المحكمة، كان يجي عندي واحد من المواعيد المحكمة، حصلت موعد للقاضي، أصعد للقاضي تترافع على المحكمة. أول ما صعدت للقاضي قال لي ما عندك شيء، اطلاق سراء. وشوف يعني قديش في ناس بيتعرضوا للظلم. طيب وكيف كانت معاناتك بالسجن؟ خبرني شوي، يعني أنت رجل مظلوم دخلت على السجن بالخطأ، بس كيف عانيت؟ شو معاناتك بالسجن؟ هاي رح نفتح هلالين قبل ما نشوف إذا كان حذيفة. أنا تعرضت تعذيب. عذبوك؟ مو تحقيق، تعذيب. تعذيب عشان آثار، إنه آثار كلها بجسمي. أوكي، أنت خالك كان يتابع قضيتك؟ خالي حط لي محامي، ويعني بجهود يعني خالي والمحامي والسرعة طولت 5 سنين. 5 سنين. كيف طلعت بعدين؟ طلعت اطلاق سراء برا، مجرد بس أنتظر الموعد يجيني. لأن ما كان اشتباه بالاسم، هو الاشتباه كان بالاسم. قالوا لك ما تواخذنا، اشتبهنا باسمك، عذبناك. لا ما قالوا. متأسفين هم عم بيقولوا لك. لا قالوا بس ما قالوا لك. ما قالوا لك شكرا. اطلع صراحة. ولا بنعتذر منك. اطلع حتى ما قال لي مع السلامة. قلت اطلع صراحة. روح اطلع. طيب طلعت جيت على مصر. طيب حذيفة بهالوقت شو كان عم بيعمل؟ بعد شهر، بعد سنتين من طلعت من السجن، يلا قدرت اسافر. قدرت الملم وضعي، بعت السيارة. السيارة بعتها هي بعد طلوعي من السجن، وفيت الخالي اللي نطى المحامي، وصارت أمور يعني على ما قدرت أحصل الفيزا، كانت فيزا ممنوعة بالأحداث اللي صارت في مصر. وما يسوى شيء أنه أبقى بالعراق أو فات شيء، ماكو أحسن من الأهل، وماكو يعني شيء يسوى مثل الأهل. نعم. حذيفة بهالسنتين من بعت السيارة وكلمته استا يعني فد مرة، قال لي من الأول قلت لك تعال وبيعها وتعال ويانا، وأنت ليش ما جيت؟ وليه صارت أمور يعني تطورها. حذيفة يعني قام يمسك علي الصغيرة والكبيرة، قفل علي يعني قفل، ما يقبل إنه يتكلم معي. أكلمه في البيت ما يخبر تليفونه، عندي شغل عندي شغل، ويسكرب وجهي ما بيريد يحكي. بعدين قام ما يرد علي، كان ما يعرف رقمي بالبداية، ما يرد ويسكره يعني عندي شغل، بعدين أنا أتصل فيكم. بعدين قفل. جيت عند أهلي قام ما يبقى في البيت. نعم. هالوضع دش صار له؟ هذا من جيت أنا جيت صار لي 7 أشهر. طيب أنت طلبت أن نوجه له دعوة لحذيفة، وجهت له أنا الدعوة لحذيفة، سلمناها لساعي البريد أو ساعية البريد. خلينا نشوف إذا وصل الرسالة وإذا
حذيفة وافق أن يأتي إلى هذا الاستوديو. تفضل. أهلا جورج، النهاردة مشوارنا عند أستاذ حذيفة عشان نسلمه دعوة الحضور. عندك 23 سنة؟ ايه. طالب في كلية التجارة صح؟ صح. طيب حذيفة، دي دعوة حضور لبرنامج جورج القداحي. ايه. نتمنى انك تقبلها ان شاء الله. ان شاء الله. بس هي بخصوص ايه؟ بص، هو الاعداد هيفهمك كل حاجة وهيكلمك يقول لك كل التفاصيل اللي انت محتاجها، هيقول لك كمان معاد وصولك عندنا للبرنامج. ماشي ان شاء الله. الدعوة؟ الدعوة. واحنا في انتظارك ان شاء الله. جورج، حذيفة قبل دعوتك واحنا في انتظار ان شاء الله. شكرا. حذيفة استلم الرسالة، وافق على الدعوة، هو موجود خارج استوديو بانتظار أن نناديه. بس بدي أخصص لكم القصة أنه قتيبة وحذيفة في خلاف بيناتهم، هما من العراق من بغداد. اشتريا لما كانوا في بغداد اشتريا سيارة بين بعض شركاء. بقى حذيفة كان بده يسافر على مصر، طلب من أخوه قتيبة أن يبيع السيارة، رفض قتيبة، زعل منه حذيفة وسافر إلى العراق. بهالوقت انسجن قتيبة لمدة 5 سنوات، تعذب بالخمس سنوات، عذبوه لأنه مثل ما شرحنا كان في اشتباه بالأسماء، ثم بعدين أفرج عنه وبقي 2 سنين في بغداد حتى وفى ديونه، باع السيارة وإجا إلى مصر. بمصر حاول الاتصال بالأهل وبحذيفة، شافوا مرة لحذيفة، حذيفة رفض أن يقابله، رفض أن يتكلم معه، رفض أن يصالحه، وقال له أنت واحد أناني وأنت ما بتسمع منا وإلى آخره. يعني المهم هذه القصة بالمختصر. هلأ دعينا حذيفة بناء على طلب قتيبة، حذيفة صار بالخارج. بدنا نحيي ونستقبل حذيفة. أهلا حذيفة. أهلا حبيبي. أهلا. تفضل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بيك. شلونك؟ الحمد لله تمام. إيه؟ الحمد لله تمام. اشتقت على بغداد؟ اشتقت لها. اشتقت لها؟ إي أكيد. بغداد. طيب إيه أخبارك؟ كيف أمورك في مصر؟ الحمد لله تمام. عم تدرس؟ ماشي. أنت الطالب حاليا؟ وقفت الترم يعني. وقفت. ما كملت. إيه. بسبب ظروف يعني. وشو عم تعمل حاليا؟ حاليا ماكو لا شغل ولا عمل حاليا. مش عم تشتغل؟ لا اشتغلت زمان بس تركت الشغل. يعني مبسوط في مصر؟ الحمد لله ماشي. مصر في بلدنا الثاني. مصر بلد حلو. أم الدنيا. وأم الدنيا وأهلها طيبين وأهلها حلوين. أكيد. وأكيد كل واحد بيجي على مصر بيمصد. أكيد. أنت عارف ليش أنت موجود هون؟ جت لي دعوة من حضرتك وقلت أجي أشوف. ولبيتها. وأنا بتشكرك على ثقتك. الله يخليك. أنا حقيقة مش أنا صاحب الدعوة الحقيقي، أنا مرسال، أنا وسيط. لكن مين صاحب الدعوة؟ بدك تعرف مين؟ بدك تشوف مين دعاك؟ ماش. طلع بهالشاشة. في تعليق ولا تعليق؟ أخوك أكبر منك. بس بدي أسألك سؤال، أنت شو سبب الخلاف الحقيقي غير قصة السيارة وما باعش السيارة ومش عارف شو كده؟ في شيء أعمق من هيك لازم تقلي إياه.
هي اللي بيني وبينه يعني بالأخص الثقة انعدمت يعني من سبب لما يصير في خلاف أكيد ليش انعدم الثقة؟ يعني من ساعة ما طلعنا من العراق هو أصلا طلع معنا لسوريا وهو كان معنا وكان في معي أخي الأكبر منه كمان إحنا هيك فضلنا في سوريا أصلا 8-9 أيام مو أكتر وجينا على مصر هو في بعد ما جينا إحنا هو تاني يوم رجع على العراق على العراق عبادة أي وفضل هونيك دائما كل ما نكلمه شو سويت خلصت خلصت طب يلا تعال لمصر اتركه من العراق إحنا خرجنا من العراق بسبب الأوضاع بسبب التهديد اللي جانا والاعتقالات حالي عشوائية بس فالماشي ماشي انتوا خايفين عليك انتوا اي مع انه حتى الموضوع السيارة يعني اصلا احنا تركناها على درايبنا قلنا بعدين بعد فترة نشوف شو يصير حيصير معنا في مصر وبعدين نتصرف فيها وليك. فالمهم هو لما رجع اخذ السيارة عادي يعني وخلص موضوع البيت وهيك ارجع تعال على اطلع من العراق تعال على مصر ما بده بعديها فترة هو اعتقل من الامريكان نفسهم بعدين طلع بعد 9 أيام تعذيب بعدين اعتقل وفضل 3 سنين او اكتر خمسة ما انا ما فاكر يعني بالضبط الاوقات بس فبعد ما طلع من المعتقل هو السيارة كانت موجودة خدوها قرايبنا حطوها عندهم وهيك تعال نكلمه ما بده يجي طيب ليش طب شوف العراق كله حاليا دمار كل واحد بيقتل في الثاني اعتقالات اختطاف اترك العراق خلص العراق انتهى حاليا ما بده بعد فترة قلت له طب خلاص بيع السيارة وتعال لهون نفتح بالفلوس مشروع صغير على قدنا ونمشي حالنا ولو في مثلا والدي يقدر يساعدنا كمان نكبر اي شيء بس تعال اترك العراق يعطينا وعود دائما ماشي وما في اي شيء كان صادق فيه طيب بعت لك رساله معي قبل ما نسمعه راح بقرا لك اياها اوكي خليني اقرا لك الرساله بيقول لك اخي حبيبي حذيفه وحشتني يا اخي وأفتقدك كثيرا أفتقدكم جميعا منذ تركتم العراق وتركتموني وحدي وفي كل يوم أثناء فترة سجني كنت أسأل نفسي متى أخرج وأنعم بحريتي وأراكم وأنعم بوجودي معكم تحملت كثيرا في سجني ولا أحد يسأل عني وكنت أنتظر أن أجد حضنكم في انتظاري بعد خروجي وحضنك أنت تحديدا يا أخي الحبيب لكنني وجدت منك لا مبالاة كبيرة وغضبا كنت أعتقد أنه تلاشى مع السنين شو الغضب هذا ما بعرف يا حذيفة أنا أعرف أنني أخطأت في حقك وأعتذر لك عن بيعي للسيارة وأخذي لأموالك لكن هل هذا سبب لأن تنسى أننا أخوة يا حذيفة أنا آسف وأحتاجك جدا وليس من السهل أن أقول لك ذلك أمام الكاميرات وشاشات التلفزيون لكن ها أنا قد قلتها فسامحني والمسامح كريم شو رأيك؟ ما مقتنع طيب ليش يقول تركتوني في العراق؟ ما بيقول إنه هو اللي طيب هلأ هو رجل هو راعى السجن برضاه ما حدش سأل عنه ليه؟ كمان سؤال يعني بدنا نسأله مش هيك يا جماعة؟ سؤال بدنا نسأله أخوكم ابنكم شو ما كان؟ اعتقل ادخل السجن عذب 5 سنوات طيب 5 سنوات هيني من عمره؟ ما حدا سأل عنه ليه؟ وبعدين تزعلوا منه انتو؟ هو السبب منه ليه ما طلع من العراق؟ خلاص ما طلع طيب غلط أخطأ طيب الوعود الكذبة اللي انت مش مزبوط لا لا ده كلام مش مزبوط كلام غير منصف حقيقة يعني الرجل تعرض لأذى
ثم بيقولوا له ليه ما طلعت من العراق؟ شو ليه ما طلعت من العراق؟ تعرض لأذى نترك هاي الورق بعد ما طلع. طيب ليش فضل يا أخي كان عليه ديون الرجل، دفع لخالك لأنه خالك وكل له محامي، وخالك المحامي أخذ فلوس، باع السيارة وعطى نص الفلوس لخاله أو أكثر. كم احكي احكي يا قتيبة. طيب ليش ما كلم والده؟ خليه يحكي لك هو يا حبيبي، احكي له أنت، اشرح له حق المحامي. هو يعرف حق المحامي، حق طيب المحامي أكثر من خاطبه مباشرة، من حق سعر السيارة هو يدري. يعني حق المحامي 300 ألف، يعني 30 ألف دولار، هو يدري بالموضوع، أغلى من السيارة كثير. طيب شو عملت؟ قبره. من وين جبت الفلوس؟ بعت السيارة واشتغلت، هو يدري، حتى اشتغلت وياه أول ما خرجت، اشتغلت مع خالي عم، اشتغلت من عنده هم وحاولت أسدد، وهم يدري لي حد اليوم عندي ديون، ويدري بالموضوع لحد اليوم. عندك ديون لحد اليوم؟ لحد اليوم. طيب هلا أنت دعيته لأخوك حذيفة حتى يجي، شو بدك تقول له؟ يعني الرسالة قرأناها، بدك تقول شيء تاني؟ طبعا هو أخويا، أول شيء هو أخويا، هو لو يدري يعني يتذكر يعني أيام أيام زمان، يعني كنا أكثر من أخوة، كنت عامله مو مثل أخويا الصغير، لا هو يعرف الموضوع، ما عامله مثل ما أخ كبير يعامل أخوه الصغير. لما كنت في السجن فكرت فيه؟ على طول أفكر فيه، وأنا متندم. أنا أقول لك كنت في السجن متندم إنه ما كنت معه. أكيد تندمت على التعذيب اللي أكلته مسكين بال. تندمت ما سمعت كلامه. إيه. ما سمعت كلام لا أبي لا أمي لا هو. شو ينفع الندم؟ طب إنه أنت طلع لك عنده، يعني الرجل غلط وما إجا معكم على مصر، هو العلق ودخل السجن. افترض أنت كنت مكانه وأنت بقيت في العراق في بغداد، وكما شوف حطوك بالسجن. ماشي. بس ما عبت بعدين وعود كاذبة، ما أقول أنا راح أسوي الشيء وروح يسوي العكس، ولا أقول أنا راح أطلع من العراق وما يطلع من العراق. هاي تفاصيل لك يا حذيفة، هيدي أنت لما بيكون في مشاعر أخوة حقيقية هاي بتصير تفاصيل، إنسان بيتجوزها، إنسان بيتجوزها. أنت عم بتلوم الرجل لأنه دخل على السجن غصب عنه؟ شو هو بإرادته دخل؟ لا مو بإرادته. طيب شو هو عارف راح يدخل السجن؟ أنا كنت موجود. هو لو قالوا له راح ندخلك السجن كان هرب وإجا على مصر. أنت أخوك هذا، انصر اخاك ظالما او مظلوما. شو انت وينك من هذه من هذا المثل؟ راح السجن 5 سنوات، ما سالت عنه. كيف بدي اسال عنه؟ ما سالت. تبعت؟ حكيت مع خالك لتشوف شو صاير معه الرجل؟ ما اخوك هذا. على كل حال انت بهالبرنامج هذه فرصه لك لحتى تتصالح مع اخوك. بالمختصر انت جيت بدعوة من اخوك، هو حب يصالحك، حب يرجعك، حب ترجعوا لبعض. اذا فتحنا هالستار بتصافحوا بعضكم، بتنتهي المسائل بين بعض، وبترجعوا راضيين متصالحين لعند ابوكم وامكم اللي بيتردوا عليكم اكثر. بقى القرار انت عندك. بدك تقول شيء بعد قتيبة؟ يعني ينسى الماضي حذيفة، يعني ليش انت ما تنسى شو يعني الشغلات هاي، التفكير اللي ببالك، يعني منو وزك عليه وقال لك عليه انه هاني كذا كذا؟ يعني انا اخوك مو غريب، كيف ليش انت هيك؟ يعني اسمع لي اخوك الكبير، اقول لك حكايه، يعني لا تخلي انانيه بقلبك، اخوك انا الكبير لا تخلي انانيه بقلبك، يعني ما يصير. يعني انا وصلت لهالمرحله وهالموضوع وهالبرنامج لان احبك انا واريدك، يعني ما كان زمان تحبني مو هلا. ليش زمان؟ انت تدري الظروف بي، يعني هاي الفتره قبل السجن، هاي الفتره يعني شو لحق اسوي بيها؟ ما سويت حتى شيء، انت تدري بالموضوع، تدري بشغله البيت، ما قدرت حتى اسوي لأي موضوع. السجن ما سمعت كلام انت تدري، حتى من السجن صارت ما بدي. بدك انسى الموضوع؟ انسى الموضوع، انا هيك نسيت الموضوع معاك، انت كمان نسيتك. ما عندي اخ اسمه قتيبة. ليش؟ شنو ليش؟ ليش؟ تعرف انت السبب؟ ليش اعرف السبب؟ ليش ما تسامح انت؟ يعني اذا ما بدي سامح. ليش؟ ما بدي. يعني ليش؟ سبب مقنع، سبب مقنع. لان ما عندي ثقة فيك. يعني غدرت بيك اني؟ طيب الثقة اني عدم الكيف. يعني غدرت، أنا غدرت بيك، أذيتك لأنك كذاب وتظل كذاب. أنا ظروف حكمتني، ليش كذاب؟ ظروف ما لي دخل في الظروف أنا.
أنا بدي صالحك ولا بدي يعني هذا كل هذا كل كلامك كل أستاذ جوردي يعني ويا أبي هذا الكلام ويا أمي هذا الكلام ويا أخوي الصغير أو خواتي هذا الكلام أصدقاء ما نفع كل شيء ما نفع أنا ما عندي أصدقاء مقربين قام ولا بدي أروح ولا بدي أحكي معك تاني ولا بدك تبعت لي لا دعوة ولا تصالح ولا تبعت أي حد يصالحنا كل مرة حصالحك يعني أنت ليش أنت تسوي هذا كل الموضوع ليش تسوي عندي مصلحة ليش القساوي هلت؟ سؤال بس ليش القساوي هلت؟ يعني سمعناه كلهم هلا الناس كلهم سامعينه كلامه نابع من القلب كلام مقنع كلام أخ بيعطف على أخوه أنت عم بتواجهه بقساوي شديد ليه؟ ما هو سألك قال لك هل غدرت فيك؟ قلت له لا هل أزيتك؟ قلت له لا فإذا إيش السبب؟ إيش إنه ما رجع معك؟ ما قلت له لا نعم؟ ما قلت له لما أزيتك بيش أزاك؟ تصرفاته أخي وين أزاك؟ ودخل على السجن الرجل تعذب ولو يا حزيفة كنت عم تدرس بالجامعة أنت مش هيك؟ أي طيب بيفكر إنسان بيدرس عم بيدخل على الجامعة بصير عنده تفكير بيفكر وكلموني كتير في موضوع أنت إيش أزاك؟ بيش أزاك؟ إلي شو أزاك؟ لا معنويا أزاك ولا ماديا أزاك بشو أزاك؟ بس تقول أذاني يعني أنت بتكرهه لأخوك خلص من البداية ليش؟ السيارة اللي هي النسخة خائلي يا خيي طيب ها بكرة إذا الله أعطاه بيرد لك الفلوس إذا رصة فلوس ما يظل يكذب ثقة ماكو ودائما يسمع كلام أصدقائه ولا يسمع كلام أحد من أهله ولا أي شيء هذه طبعه طيب إذا كان طبعه أخوك هيك تتخلى عن أخوك انصر أخاك ظالما أو مظلوما هيك أخوك هيك طبعه تطلع من أخوك طبعه هو طبعه تغير أصلاً لك ما كان هيك طبعه يا خي تغير حاول أنك تقرب منه وترجع تغيره إلى الصواب ليه؟ بس أنه خلاص بتحسفه من حياتك وبتحسفه من راسك ومن قلبك ومن عواطفك خلاص انتهى؟ خلاص انتهى ما بدي صالحه بحذفه حذفته خلاص يعني كمبيوتر ديليت شيك؟ ما عندي أخ اسمه قطيبة ما عندك أخ اسمه قطيبة زين أنا طبعي تغير لو أنت طبعك يعني غير. فعلا فعلا أنا بدك بالصراحة هلأ مرق معنا قصص بس قصص الخلاف اللي بينك وبين أخوك والله تافه صدقني ما بيستحق إذا فعلا بتعتبره أخوك ما بيستحق أو شقيقك بعتبره أخي أصلا أنا بقول لك هو مو أخي حق ما عندي أخ اسمه قتيبة كيف بعتبره يا سيدي أنت حر أنا ما فيني أثر عليك أكثر من هيك أنا بقول لك أنه هذا البرنامج هو فرصة أنه تتصالحوا وتتسامحوا والمسامح كريم بس أنا مو كريم نعم بس أنا مو كريم ما بدي سامحه بس حلو الإنسان أحيانا يسامح خاصة إذا الأسباب مش كبيرة يعني ما في خيانة عظمى ما في شيء كبير أنت حر بعطيك ثواني بتقرر قلت لك هذه فرصة يمكن ما تتكرر بحاول بعدين بتعطيني إجابتك إذا بتحب إنك تفتح الستار وتقله المسامح كريم وتسامحه وتعانقه أو خلاص بنسكر الموضوع كل واحد بيرجع حيثما أتى وخلاص يعني أنا بذلت جهدي عملت اللي علي ما فيني أكتر من هيك جورجان بس هاد أقول له السؤال أقول نعم. أقول له شغلة تفضل أنا ما تغيرت نعم أقول له بس هو لا يتغير والله سمعته أنت خليه هو سمعناك والجمهور بيحكم على كل حال مين معه حق منكما في شي سبب غير هيك اللي عم نحكيه نحن بس عم فكر أنا هلأ بركي يكون في شي سبب أهم يعني لذلك غضبان أنت من أخوك ما بدك تسامحه أبدا غير هالأسباب اللي عرضناها سيارة وحق السيارة ونصف السيارة في شي أهم هي هاي الأسباب بس وإنه ما عندي ثقة فيه بعد بس هذه الأسباب إيه ما في غيره ما في طيب قرار عندك تحب تسامح ما بدك تسامح يعني أنا بدي أتأسف كنت بتمنى أنك تسامح بحب الناس اللي بيسامحوا خاصة لما بتكون تفاصيل مش كتير مهمة بدي أتشكرك أولا على مجيئك لأنك قبلت دعوتي كنت بتمنى أنه هالدعوة وهاللقاء ينتهي بشكل إيجابي بشكل حلو وتروحوا تفرحوا بيك وأمك وأخوتك وعائلتك وأهلك في العراق خاصة ظروف العراق
يعني انتم بالغربة هون مختلفين مع بعض. على كل حال بتمنى لك التوفيق. التوفيق ليك. بالتوفيق وشكرا حبيبي. ألف شكر. مع السلامة. الله معك. قطيبة أنا متأسف، بعتبر حالي فشلت. مش رح نظلمك كثير، أنت شاب تعرضت تعذبت وأنت متسامح وأنت كبير. أخو يمكن صغر سنه، في عنده أسباب ما بعرف ليه، مثل ما شفت ما حبي صالح. ما تزعل، امضي بحياتك، طلع إلى الأمام. عانيت أنت 5 سنوات، لازم تطلع بعد 5 سنوات من السجن تطلع أقوى وأصلب. طلع إلى الأمام ومشي والله بيوفقك. شكرا. شكرا. والله متأسف أنا، يعني تصور وأحيانا بيكون في أسباب هيك بسيطة وتافهة ما بتستحق، والناس بمركزوا بموقفهم بيتصلبوا وما بيفتحوا قلوبهم ولا بيسامحوا. لذلك رح نبقى مع المسامح كريم، رح نبقى مع قصص جديدة، ولا بد أن يكون في ناس رح يتصالحوا عن يدنا ويفتحوا مستقبل جديد لهم. إلى اللقاء.